فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم قول دع الأيام تفعل ما تشاء؟ إيه، هذا بيت للشافعي رحمه الله: دع الأيام تفعل ما تشاء، ولكن آخر البيت يفسر: وطب نفسا بما حكم القضاء. طب نفسا بما حكم القضاء. الشافعي رحمه الله رد هذا إلى القضاء والقدر، تطيب نفسك إذا علمت أن الله قدره فلا تجزع. نعم.